هو من أبرز الفعاليات المصاحبة لمعرض البحرين للطيران معرض آخر يعنى بكل ما هو جديد من منتجات تدخل في صناعة الطيران. المشاركون أكدوا أن المعرض أتاح لهم الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم في هذا القطاع الحيوي. معرض البحرين للطيران في نسخته الرابعة جاء برؤية تركز في مضمونها على أهمية الصناعة في هذا القطاع الحيوي، فكان من أبرز الفعاليات المصاحبة هو معرض يعنى بكل ما هو جديد، يبحث في التقنيات ويركز على التدريب والتعليم وعلى آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في القطاع العسكري والمدني. فالمشاركون أكدوا على أهمية مشاركتهم في هذا المعرض. في المعرض الكبير هذا ودنا ننشر الوعي وننشر الأهداف الخاصة في الوكالة، وأيضا نتكلم عن المشاريع اللي ياسين نخوضها في هالفترة. المعرض برضو الحمد لله فيه كل الناس الأساسيين في صناعة الطيران موجودين هنا بقطاعاتهم المختلفة بأشكالهم المختلفة بتكنولوجيا برضها من قارات مختلفة. كل الناس اللي هناك موجودين هنا وكل الناس المهتمين بالصناعة موجودين، فالحمد لله برضه تمثل لنا برضه إضافة بتاعت علاقات، إضافة بتاعت تواصل في مجال صناعة الطيران. مشاركين الله يسلمك في المعرض لتعريف الجمهور برؤية الهيئة وبالمشاريع إن شاء الله اللي بيكون شغالين عليها في المرحلة القادمة بإذن الله. طبعا الأهمية كبيرة، توفر لنا المواصلة مع الشركات بشكل سهل وسلس. معرض الإير شو البحرين من أهم المناسبات اللي ممكن نحضرها، فيها تسجيل حضور جيد للجميع الشركات اللي نتوقع نشوفهم، اهتمام من الحكومة العليا في مملكة البحرين الشقيقة. لقينا كثير من الفرص الممتازة في مشاركتنا المعرض هذا. المعرض ساهم هذا اليوم بشكل كبير في قطاع الطيران وترك بصمة مهمة في تقريب كل ما يعنى بهذا القطاع. ما آلت إليه صناعة الطيران من تطور وتقدم جاء بفضل الاهتمام بالاختراعات والكوادر العاملة في هذا القطاع، وهذا ما ركز عليه معرض البحرين للطيران. سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.